السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان. البرنامج الصحي والعلاجي لطريقة تناول الماء الساخن في شهر رمضان المبارك وأيام الصيام لدى كبار السن من المراهقة وما فوق. تناول ما يعادل 3 لترات من الماء الساخن يوميا وبدرجة حرارة 50 درجة مئوية موزعة على عدة فترات. وهناك خيارين: الخيار الأول استخدام كأس أو جلاس أو كوب بقياس 300 ملليلتر، والخيار الثاني نصف لتر. فنتحدث عن برنامج لنصف لتر وقت الإفطار. مجرد تناول قليل من التمر أو الفاكهة وغير بارد يكون فاتر، ومن ثم تناول ما يعادل 2.5 لتر أو لتر واحد على فترتين، لأن تكون مريت مرحلة العطش الشديد أثناء فترة الصيام فترة النهار بالكامل. قبل وجبة العشاء بربع ساعة إلى نص ساعة مهم جدا تناول ما يعادل 0.5 لتر. طبعا هذا يتعلق بالحموضة والغازات وتفادي من حد من الأمراض المعدية، طبعا هناك شرح دقيق لهذا. ومن ثم الفترة الليلية، محاولة أنك توصل إلى 2 لتر على الأقل. فإذا حتى تلك الفترة لوجبة العشاء وصلت إلى 1 لتر أو 1.5 لتر، من الضرورة القصوى أنك تتناول كمان كأس آخر، مهم توصل ما لا يقل عن 2 لتر حتى قبل خلود النوم، ساعة يفضل حتى لا يسبب لك مضايقات في الليل الاستيقاظ من النوم أثناء فترة الليلية. وأثناء عند الفجر سواء تتناول السحور وبالعدم، لكن ضرورة جدا أن أول ما تستيقظ من النوم قبل صلاة الفجر بربع ساعة أو نص ساعة أو أكثر تناول كأس واحد واقفا، مهم جدا في الصباح على الريق قبل أكل قبل السحور. فإذا فضلت تناول سحور ولو نسبة قليلة جدا وهذا المفضل، من ثم تناول كأس آخر. على العموم توصل إلى 1 لتر، يعني 2 كأس بمعدل 0.5 لتر. إذا هناك استخدمت قياس 300 ملي يكون 3 كؤوس أو جلاصات أو أكواب. وننصح طبعا بشدة عدم الإفراط في تناول الأطعمة والحلويات في الفترة الليلية. والعشاء طويلة جدا بمعدل حتى لا يزيد عن 0.5 صحن طعام، صحن المعتدل، أو يفضل حتى 0.25 صحن، ومن ثم تناول بعد ذلك عشاء آخر. يفضل أنك تقسم العشاء، يعني تكون وجبتين خفيفتين وليس وجبة واحدة بشكل كمية كبيرة، فقط القليل، يعني القليل. فهذا هو برنامج لشهر رمضان المبارك وأيام الصيام، ونسأل الله تعالى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.